شكرا لأحمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بين سبورتس، طابت أوقاتكم بكل خير من ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية الجزائر. ديربي مغاربي في إطار قاري على مستوى دوري أبطال إفريقيا. من جديد الأندية المغربي، التمرير من الشعدي، ترجع كرة جزائرية للجسام كان مدرب الفريق. هذه كرة جزائرية لبرا إلى ضربة مرمى، محاولة للجيسكا لشبيبة القبائل، شبيبة القبائل الخالد اللي فاز بأول لقب قاري مع الوداد. فرتوت والعمكل، ارجع جزائرية الآن في متين مع انطلاقة سريعة للوداد. كرة خطيرة، كرة ترجع لجلال، جلال محاولة خطيرة إلى الركنية، كرة غيرها لاعب شبيبة القبائل. احتسب خطأ، كرة طويلة في منطقة الوداد سهلة. كرة الآن في وسط ميدان ترجع بيتر الفتح الرباطي، كرة جزائرية التسديد لكن طويلة منطقة الوداد. بينما التغطية تتم، هجمة للصالح الجيزكا، صعود لعب الكرة عرضية، محاولة للكناري، كرة عند رقم 6 من يوسف. تغطية استشارز الوك، بينما كرة للصالح فريق الجيز جروب، وجد نفسه في الفاينل، خسر اللقب. حفاف عمارة الصدمي، بويش، ناصر بويش، لاعب اللي توج هداف عند سيف الدين، عرضية خطيرة ارتباك في عدم المجازفة، ولو أن فريق الجيزكا يلعب الميدان. شوف الإفريقية عام 82 فاز بها، ولكن سليم شوف الضغط من لاعبي الوداد في وسط الميدان، محاولة مرور من زردوب رضوان، وصدق السلمي وجه انذار في وجه عماد. الوداد صاحب الخبرة، صاحب السوالات والشوالات، تاريخ 5 جويلية تظني كاس فريق 90 لا اهداف حتى هذه اللحظه. هذه انطلاقه للصالح، الفريق الجزائري التدخل موجود، شبران يتدخل، تقدم تالي مرر، بكون خطيره عند الحارس. تاهل سفاكس والاهلي المصري للدور نصف النهائي، التحضير في مناطق الجيسكا. هذه بينيه العملود بعيد عليه، تنتهي خارج ميدان الى ضربه مرمى للصالح الفريق الجزائري. جيسكا 2010 في عبد الحسوني، حسوني التغطية موجودة، بينما الخطأ واضح، حكم المباراة يحتسب خطأ. تلام من الداودي، داودي يلشى فريمة، كورة في العمق منطقة الوداد، ارتقاء يرجع ل 14 يسين، ترتب الكورة يتابعها التكنولوجيا الأرضية، كورة من خارج منطقة الجزاء ياسين كنينة. عرفوا بإمكانيات الفريقين، كورة خطيرة للوك، متابعة من يحيى عطية الله، تنتهي إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى للصالح الفريق الجزائري أمامنا. رفع الكورة منطقة الجزاء، كورة في العمق، محاولة خطيرة للوك مقصية لكن بعيدة. المتابعة من يحيى عطية الله، يحيى يحيى والكرة البرة للتمس. شفنا محاولة كرة داخل منطقة جزاء جيسكا، منتظر التنفيذ، كرة باتجاه المرمى، الحارس لإجراء استبدال اضطراري. خروج البلد لاستضافة الشان بطولة افريقيا للاعبين المحليين. السير يحاول مرور السير والكرة، وبداية الألفية أيضا بلقب 2002 قدم سليم، سليم سليم يسدد الكرة برا. سليم لاعب اللي لعب في تونس مع الإتوال، النجم الرياضي الساحلي. 14 يسير يرفع كورة رصاية، جول الكرة برا لكن في تسلل، ارتباك في دفاعات الوداد. الكناري يسعى للتشكيل، الكناري يحاول، وايضا التنافس في المدرجات. كوره وتصدي ديكناوتي، تالق تصدي رائع من احمد ريتا. جيسكا يقدر الان، يتحرك الفريق الجزائري وقد تتحرك.
هناك الشباك في الشوط الثاني. بيكنالتي بتصدي رائع يتألق بواقع الصد والرد، يتألق الحارس للمغاربية. قدم الوداد في منطقة الفريق الجزائري لكن التسلل الموجود. لانكيل يقع في المصيدة، ركلة حرة غير مباشرة. استهل مشوار بانتصار. جمهور الوداد ينتقد هذا المدرب اللي حب الدفاع. ممكن اليوم التعادل مقبول ولكن الواجد على كرسي الاحتياط لعدم امتلاكه. كرة عند 11 اللاعب رضوان الزردوم. الكنترول موجود مواقي مرة التسديد الكرة برا. ضربة دفاع الوداد البطيء. مواقي هيا والتسديد لكن البرا. الكرات العميقة تسبب مشاكل في وسط ميدان. سولا انطلاقة من خلال لابكيل. أقرب لقاءات هذه المجموعة تعادل سلبي أبيض. سامبو عطية الله، عطية الله بعيدة تماما. كرة عطية الله بعيدة كل البعد. كرة من سولا، سولا في العمق. موت هشمة قد تكون وعدة. بوخنشوش يتباطع. الوداد وداد في الهجوم. وداد قادر على إعادة ترتيب الأوراق. الانتصارات أكيد مهمة. النتائج الإيجابية قاريا. 1-0 ممكن. ادرسالة 1-0 1-0 1-0 السجل تشيسكا. الكناري يخطف هدف الانتصار. الكناري الجزائري يسجل في توقيت حاسم. شعللها واللحى. تشيسكا في آخر لحظات يسجل هدف هام جدا. تشيسكا يقول أنا موجود. تشيسكا